حضرتك تكلمنا عن صعوبات عن جراحات صعوبات التنفس اثناء النوم. الحقيقه مشكله صعوبات التنفس اثناء النوم هي مشكله كبيره بتقابل الحقيقه يعني نسبه كبيره من الناس اثناء النوم. الحقيقه الصعوبات التنفس اثناء النوم بتنعكس على المريض في اكثر من حاجه. اول حاجه هي فيها متاعب صحيه. المرضى دول عندهم مشاكل كتير في ضبط على مستوى الغدد زي ضبط السكر وخلافه، امراض القلب والرئتين بيتاثروا جدا، والحقيقه بيبقى ليها دور كبير كمان في حالات الموت المفاجئ. كمان ليها مشاكل الصحيه دي بتبعها مشاكل اقتصاديه كمان على مستوى الاسره، ان العيان بيتكلف طبعا يعني ادويه واستشارات طبيه وهكذا. وطبعا ليها تاثير كمان اقتصادي على المجتمع، لان الكلام ده كمان بيكلف المجتمع اوقات كثيره، من المريض اللي ما بينامش كويس ما بينتجش كويس في خلال ساعات النهار. وطبعا الكلام ده في جزء ثالث منه اللي هي متاعب اجتماعيه، لان احد الزوجين لما يكون بيشخر ده بيعمل متاعب للزوج او للزوجه، ودي بتدخل برضه في مشاكل عائليه. وبالتالي من هنا جه الاهتمام بالجراحات الشخير على اختلاف انواعها وعلاجات وجراحات صعوبات التنفس اثناء النوم. يعني بداية التفكير في العمليات دي تقريبا كان في بدايات الثمانينات من القرن الماضي، يعني لسه الموضوع جديد ولسه الأبحاث ما زالت مستمرة. الحمد لله احنا هنا في مصر عندنا اكتر من تيم شغال في موضوع صعوبات التنفس اثناء النوم بنتائج الحمد لله يعني تعتبر مبشره جدا وعالميه، يعني في نفس الوقت نسب النجاح عندنا تعتبر نسب نجاح عاليه. احنا هنا بنتبع المدرسه اللي بتشتغل على اكتر من مستوى للشخير. احنا بنفترض، وهذا الكلام طبعا ثابت علميا، انه في اكتر من مستوى بيحصل فيه انسداد تنفسي في اثناء النوم، مستوى سقف الحلق او مستوى قاعده اللسان او الاثنين مع بعض. وبالتالي الافضل للمريض هنا ان احنا بنتدخل بحاجه اسمها جراحه في جلسه واحده متعدده الطبقات. الوقت بتاع التخدير بتاعنا طبعا ما بيبقاش مسموح بيها وقت طويل في المرضى دول، لكن نقدر نفيد المريض دول على مستوى سقف الحلق وعلى مستوى الحلق وعلى مستوى منطقه تحت اللسان. ممكن برضو نعمل جزء من لو في انسداد في الانف زي الحاجز الانفي او تضخم في القرنيات او خلافه، وده المدرسه اللي احنا بنسميها في متعدد الطبقات في جلسه واحده. طبعا على حسب استجابه المريض هنا بنقدر نخش في المراحل الثانيه اللي هي بيكون فيها يعني عمليات اكثر في جراحات الوجه والفكين، في يعني زي في الفك السفلي وخلافه. ثم بعد كده طبعا بيجي الجراحات الاكثر تقدما يعني. فالحقيقه انه الاهتمام بالمشكله دي ورصد حالاتها بقى كتير وبقى مهم بالنسبه للمجتمع بتاعنا، لانه بتنعكس زي ما قلنا اللي على المريض في مشاكل صحيه ومشاكل اقتصاديه ومشاكل عائليه. شكرا جدا لحضرتك كده.